أتاري تعلن على برج خليفة، جهاز لينوفو الجديد قابل للتكسير، إيتو برايم يكسر ظهر الخصم. هلا بيكم ببرنامج سماشي جيمينج، معاكم أخوكم علي بابا وياكم البحريني مع آخر أخبار الجيمينج. بمناسبة خسارة برشلونة في الكلاسيكو قلت ليش ما اشتري لاعب من اساطير برشلونه، واتذكر ايام اول واسماء النجوم اللي كانوا موجودين في برشلونه، نفس رونالدينيو، انيستا وتشافي. اخ يا جماعه عاد لا تفهمون غلط، انا مو برشلوني، شجع يونايتد. الزبده شوفوا ايش سويت للخصم مع ايتو. الله عليك يا ايتو، روح اكسر 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 اكسر، ياي اياي اياي اياي، يا ويلي يا ويلي يا ويلي، روح. الله اخلط 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 يا ايتو، روح روح يا ايتو، اخلط حبيب حبيب، القم القم. فاموز ايتو، الله عليك، عسل عسل. واو واو، شركة أتاري على برج خليفة. والله العظيم تفاجأت يوم شفت هالخبر. أعلنوا شركة أتاري بطريقة مبهرة عن هوتيلات أتاري، قالوا إن راح يفتحون هوتيل في دبي. ياه قوية قوية يا أتاري. وإذا تدش على موقعهم كاتبين إنك تقدر تلعب وستايل الهوتيل على جيمك، وبتحس نفسك انت في عالم اتاري. احس نفسي عايش في اليابان يا جماعة الخير. ما ادري عنكم صراحة، اول ما يفتحون انا قدام الباب. لنا فترة نشوف شركات يدشون في مجال الجيمينج على الموبايل. لينوفو الله يعطيهم العافية مسوين موبايل للجيم اللي هو ليجن فون دول 2، ممتاز جدا ممتاز. عاد ما قلنا سووا موبايل نقدر نكسره، يعني اذا واحد نفس دحوم. او كاسترو. بيكسرون الموبايل خلال ثواني. طلع واحد على اليوتيوب يجرب يكسر الجهاز، شوفوا ايش صار. اللي يحبون المصارعة عندي لكم خبر، شركة 2K نزلوا فيديو عن WWE 2K22. بس والله يا جماعة إذا بكون صريح معاكم، أيام البلايستيشن 2 و 3 أحلى ألعاب المصارعة، وسنة طافت ما عطونا لعبة WWE 2K21 أحسن لنا من سبب المشاكل. بس شوفوا الفيديو. يلا الحين أبي أعرف شنو رأيكم؟ هل بنشوف تطوير في اللعبة نستانس ونفس قبل، أو نفس كل سنة كل جلتشات وسوالف؟ يلا ارفعوا الشاشة واختاروا. يلا وصلنا نهاية الحلقة يا جماعة الخير، لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون التنبيهات وتسوون فولو لسماشي جيمينج، وموعدنا الأسبوع الجاي
يوم الثلاثاء الساعة 9 بتوقيت السعودية. أوبا.